السادة المشاهدين مساءكم خير واهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من 90 دقيقة. طبعا هو الاستاذ المخرج مش عاجبه ان انا ادخل بفنجان الشاي، بس يا جماعة الدنيا برد وتلج، مش انتوا متلجين؟ انتوا اللي في البيوت، احنا بقى بره. درجة الحرارة كام النهاردة يا جماعة؟ حد عارف درجة الحرارة كام؟ ساعة تلج بس كام يعني؟ 19 ما تبقاش برد، بس في رياح، في هواء، الهوا هو اللي عامل كده. طيب عموما اهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من 90 دقيقه. اول حاجه عايزه ان انا ابدا بيها النهارده بموضوع مش هقول فيه البقاء لله. انا مش هقول البقاء لله في العمري فاروق الا لما اهله ياكدوا الخبر، مع ان المعلومات اللي عندنا ان هو توفي بالفعل اكلينيكيا. احنا ممكن يكون عندهم سبب مش عايزين يعلنوا، ممكن يكون هم شايفين ان هو لسه عايش لاسباب طبية بتحسس الاهل المريض انه المريض لسه عايش. دي اسباب تخصهم وتخص الاسرة، بس احنا هنا اسرة 90 دقيقة بنتمنى ان ربنا يعني يرحمه، وبدعو من محبي العمري فاروق انهم يدعوا له بالخير، وربنا يصبر اهله على كل ابتلاء هو مبتلى بيه وهم مبتلين بيه. طيب عايزين نقول، طيب الناس ممكن تقول يعني ايه مات كلينيكيا ويعني ايه يعني ايه مات كلينيكيا؟ يا جماعه يعني كل اجهزه الجسم توقفت ما عدا القلب، مازال انه بيدق، بس كل حاجه وقفت خلاص. القلب بقى لما يقف يبقى هو مات خلاص كامل. طالما القلب شغال هما بيبقى الاهل المريض لا يمكن ان هما يشيلوه من على الجهاز، لان انا بحس ان انا خلاص انا شلته من على الجهاز، يعني انا وقف، انا اللي وقفت له قلبه، فهم سايبينه ربنا بارادته، لكن كل حاجه في بقيه جسمه توقفت خلاص. العقل توقف، الجسم من جوه توقف، كل حاجه كل حاجه. فممكن يكون لهذا السبب طبعا هم مش عايزين يعلنوا الوفاة او يؤكدوها، لانهم في اعتقادهم ان هم ماتش وده حقهم. طيب خلونا نعرف من دكتور حاتم سليمان استشاري طب الحالات الحرجة، يعني هو كده في يعني في كأنه في نفس الدرجة او زي الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة للرعاية والحالات الحرجة، على نفس الوزن يعني. فاستشاري طب الحالات الحرجة بمستشفى هيرفيلد بلندن، مساء الخير يا دكتور حاتم واهلا بيك في 90 دقيقة. اهلا دكتورة بسمة، اهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. عايزين نعرف ونفهم ونشرح للسادة المشاهدين يعني ايه مات اكلينيكيا. هو التعريف الوفاة المتعارف عليها في كتير من دول العالم دلوقتي، الوفاة الاكلينيكية معناها توقف جذع المخ او وفاة جذع المخ، اللي اسمها بالانجليزي برين ديث. وكتير من دول العالم بيتم تعريف الوفاة بتوقف جذع المخ تماما عن العمل، وده معناه ان المريض توفى. بس طبعا هناك جدل تشريعي في بعض الدول في العالم بما فيها مصر، ان ما دام القلب لسه بينبض بيبقى لسه المريض لسه عايش، تعريف الوفاة بشكل كامل بالظبط. لكن انا هديكي مثلا، هنا مثلا في بريطانيا عندنا وفي باقي الدول في اوروبا، وفاة جذع المخ تعتبر وفاة كاملة، لان مستحيل ان بعد وفاة جذع المخ يتم ان الانسان يرجع تاني للحياة، وده شيء معروف علميا ومسلم به. ومن هنا بتيجي النقطة المهمة اللي بنقدر نشرح للناس معنى الوفاة الاكلينيكية. حتى لو القلب بينبض، لكن وفاة المخ بتعتبر حتى الآن في يعني في إنجلترا وفي أوروبا وفي كتير من دول العالم متعارف عليها وموافق عليها علميا أنها وفاة للمريض. في أي محاولات ممكن إن هم يقوموا بيها للإنعاش عشان الحالة ممكن ترجع أي حاجة فيها تانية والأجهزة تشتغل؟ للأسف مفيش أي حاجة خالص، يعني مستحيل بعد وفاة المخ أو وفاة جذع المخ بيكون يعني
تم استنفاذ كل الوسائل المتاحه لانقاذ المريض. ومن هنا طبعا التوصل لده، يعني يمكن لغايه الخمسينات، لغايه تقريبا 1950 كان الوفاه المعروفه هي وفاه القلب، لكن بدا العلم اظهر وكثير من الدراسات والخبره وللعالم بدا يفهمه بالوقت ومع مرور السنين ان وفاه جذع المخ معناها وفاه، لان مستحيل ان المخ يرجع تاني يشتغل بعد ما بيتم او بعد ما بيحصل توقف ووفاه لجذع المخ نفسه، وهو اللي المسؤول عن كثير من المراكز الحيويه في الجسم، والمسؤول عن كثير من الانشطه المسؤوله عن كفاءه كثير من اعضاء الجسم. طيب عايز اسال سؤال، الوفاه كلينيكيا دي اقصى مده ممكن تقعدها قد ايه؟ يعني ممكن المريض يقعد قد ايه؟ يعني اللي هو يعتبر في العلم او في الطب انه متوفي، فممكن يقعد لمده قد ايه لحد ما القلب يتوقف ماكسيمم؟ هو طول ما الانسان، هو فكره الوفاه الكلينيكيه معناها ان المخ توقف، المخ مات مش شغال، وممكن تبقى بقيه اعضاء الجسم شغاله، يعني الكلى بتكون شغاله، القلب بيكون شغال، وطبعا في الحالات دي الانسان بيبقى على جهاز تنفس صناعي لانه بيكون في غيبوبه كامله. وما دام الانسان على جهاز تنفس صناعي بيغذي الجسم بالاكسجين، ممكن الانسان يقعد فترات طويله جدا ملهاش يعني بتبقى ممكن اطول فتره كده. انت حضرتك استضفتها كانت قد ايه؟ شهور دكتورة بسمة، شهور. انا شفت مرضى كتير قعدوا شهور طويلة ومحدش منهم رجع بعدها الا بعد ما الاهل تفهموا ان الوضع ميؤوس منه، ساعتها بيتم التفاهم مع الاهل ان يبقى فيه يعني ما هو احنا ممكن المسمى ده يطلق الوضع ميؤوس منه عندما تتوقف اجهزة الجسم ما عدا القلب، صح؟ احنا متفقين على كده؟ مش دايما، لان طول ما الاكسجين شغال مع جهاز التنفس الصناعي بتفضل باقي كتير من الاجهزه شغال، يعني القلب طبعا مهم جدا اللي هو المضخه الرئيسيه في الجسم، بس طول ما الانسان على جهاز التنفس الصناعي هو عايش على الاجهزه، هو ميت اكلينيكيا بالظبط، بيكون انت مغذي الجسم بالاكسجين، لكن هو الانسان متوفي اكلينيكيا، يعني المخ مش شغال. ومش يعني ما فيش ولا حالة في نادرة حصلت أبدا في العالم إنه حد كان في هذه الحالة ورجع للحياة مرة تانية؟ هو لازم نوضح للناس حضرتك إن في فرق بين غيبوبة وبين وفاة كلينيكية. لا إحنا بنتكلم عن وفاة كلينيكية، الغيبوبة معروفة، إحنا بنتكلم على الوضع اللي إحنا بنتكلم فيه على حالتنا النهاردة. طبعا هو لو الوفاة كلينيكية مؤكدة عن طريق اثنين دكاتره استشاريين متخصصين وتم عمل الفحوصات الكامله السريريه والاشاعات اللي بتؤكد وفاه جذع المخ، مفيش في معلوماتي اي حاله مخها رجع تاني للحياه بعد ما توفت اكلينيكيا، ومش مسجل اي حاله توفت اكلينيكيا ورجعت تاني للحياه. بس مهم جدا واحنا بنقول وفاه اكلينيكيا ان يتم عمل كل اللازم لتاكد انه عايش على الاجهزه وليست مجرد غيبوبه. ما انا لسه كنت هسال السؤال ده دلوقتي، هل ممكن يحصل لبس ما بين الغيبوبه والوفاه الكلينيكيه؟ طبعا، لان الوفاه الكلينيكيه ليها شروط. طبعا ده قرار مهم، وده حياه انسان، وحتى هنا لما بننفذ لا، هل ممكن الاطباء يعني يحصل لبس عندهم ما بين الحالتين؟ هو نادر، يعني موجود بس نادر جدا، وبيتم معرفته بدل عن طريق الاشاعات والفحوصات اللي بتكمل الفحص السريري. يعني دكتوره بسمه، عشان بنشخص الوفاه الكلينيكيه اول شيء ان بيتم فحص سريري، في كده زي تشيك ليست او مجموعه من الاجراءات السريريه بتتعمل للمريض، بنتاكد بيها هل في اي جزء من المخ والاعصاب المغذيه للجسم شغاله ولا لا. وبعدها في اشاعات، في رسم كهرباء للمخ، في اشاعه مقطعيه يعني في اشياء معينه بتتعمل لتاكيد الوفاه الاكلينيكيه. لو اتعملت كل الاشياء دي، في يعني من النادر جدا ان يبقى في خطا او يبقى في تمام عدم دقه في الوصول للتشخيص. طيب دكتور حاتم، هل ممكن انه يكون او ايه الاسباب اللي ممكن انه تسبب او تؤدي الى وفاة جذع المخ؟
هو حضرتك الاسباب متعدده، من الاسباب للاسف الشائعه نزيف المخ الشديد، سواء نتيجه حادثه او نتيجه نزيف مفاجئ في الدماغ مع ارتفاع ضغط الدم او انفجار في زي اللي حصل في حاله العمري فاروق مثلا، يعني ربنا يرحمه كان عنده نزيف المخ. دي من اكثر الاشياء الشائعه اللي بتسبب وفاه في جذع المخ، وللاسف يعني بنشوفها حتى في شباب صغير بيبقى عندهم حوادث وبتبقى طيب. حوادث مباشره. هل ممكن اقول انه في حصل خطا طبي او علاج غلط ادى ان هو يصاب بهذه الحاله، انه نزيف في المخ او وفاه جذع المخ؟ يعني اقصد اي حاجه يعني. ما مش سامع صوت حضرتك، سؤال تاني. عايز سؤال تاني يا فندم، هل ممكن يكون في خطا طبي او علاج خاطئ حدث ادى الى تدهور حاله العمري فاروق او اي حاله تشبه حالته؟ انا الحقيقه ما اعرفش حالته، مش متابعها بشكل مباشر. لكن الفكره ان يبقى في اصابه مباشره للمخ تؤدي لوفاه جذع المخ، محتاجه ان الدم ما يوصلش لجذع المخ لفتره، يعني فتره طويله، الدم والاكسجين سواء نتيجه نزيف او نتيجه هبوط شديد في ضغط الدم. اللي انا سمعته ان يعني استاذ العمري ربنا يرحمه حصل له نزيف المخ، وطبعا ده بنشوفه في ناس كتير من لاسباب متعدده، وده في نفسه بيؤدي لوفاه جذع المخ بدون ما يبقى فيه اي تدخل من الاطباء. طيب انتوا عندكم في لندن لما المريض بيوصل لنفس الكيس بتاعه العمري فاروق بيشيل الأجهزة وبيعلنوا وفاته وبيسموه الموت الرحيم، هل معلوماتي صحيحة؟ لا يا فندم، لا خالص. الموت الرحيم، ما هو الموت الرحيم في انجلترا؟ لا، احنا الموت الرحيم حتى الآن لم يتم الموافقة عليه في انجلترا. اللي هو ايه بقى؟ في دول قليلة في العالم، هو في بعض الدول القليلة جدا في العالم لما المريض يبقى حاسس ان حالته يعني ميؤوس منها أو بيطلب من الأطباء يدوله أدوية يعني تحاول ممكن تعجل في وفاته، طبعًا ده قانون زي الكبسولة اللي اتعملت في سويسرا مثلًا، اللي هي يدخل جواها يموت. في انجلترا كبسولة يا جماعة عاملة زي التيوب كده كبيرة ويدخل جواها يموت، يعني هو ممكن ده عندهم دي طريقة توصلوا إليها للموت الرحيم، أو حد عايز يموت مش عايز يعيش والعياذ بالله يعني. بس ده في غالب الدول أوروبا ممنوع حتى الآن، ده شيء قانونا عندنا محدش بيعمله، وقانونا يعني بيجرم بالقانون، ممنوع حد يعمله. نزع الأجهزة من مريض عنده موت إكلينيكي ده لا يعتبر قتل رحيم اطلاقا، ده بيعتبر ان انت تاكدت ان المريض توفى، وده بيكون بعلم الاهل هنا. طب دي تعتبر جريمه ولا ده يعني تكنيك عادي بيشيلوا الاجهزه عادي جدا؟ لا يا فندم خالص، لان هو قانونا احنا هنا القانون موت الجذع الدماغ هو موت، اعلان لموت للمريض، فساعتها بيبقى طبيعي جدا. وده اللي حصل في حاله العمري فاروق، عشان كده كل شيء بيبقى فيه تضارب في الاخبار. وهو اعتقد سببه ان يعني القانون لسه لم يتم الموافقه عليه بشكل كامل في مصر، هناك لبس ما بين موت المخ او موت جذع الدماغ وموت توقف القلب. احنا عندنا المصريين يا دكتور حاتم يعني ما فيش مخلوق الا اللي يكون منزوع قلبه من الرحمه، دول على جنب هيقول للاطباء انه حتى لو قالوا له ان هو ميت اكلينيكيا ما عدا القلب فما فيش فايده خلاص نشيل الجهاز، عمر ما حد هيوافق. انا بقولها لك، ما فيش حد مصري هيعمل كده. الناس بتتمسك دي، ما في ناس ما بتصدقش حد ما بتدفن يعني موتاها في القبور، فما فيش حد هيقوم بهذا العمل، يعني انا بقولها لك. أنا متفاهم طبعا، هي الفكرة يعني إن أهم شيء إن يعني أول حاجة العلم، يبقى عندنا أدلة علمية ثابتة نتأكد إن المريض ده نسبة إن هو يرجع تاني مستحيلة مع توقف جذع المخ. وثاني شيء الناس تبدأ تفهم يعني إن وفاة المخ الإكلينيكية دي مش نص وفاة، دي وفاة كاملة.
وده مش كلام يعني، ده كلام طبي، ده كلام طبي وموافق عليه من كافة الجهات الطبية في ما العالم، بقول مش لحضرتك كلام واحد أو الطب اتنين. حاجة والمشاعر والقلب حاجة تانية. طبعا يا فندم، وهنا اتفضل. دور الإعلام وحضرتك، والدور الرائد لتوعية الناس وشرح هذه المواضيع الشائكة ليهم، وربنا يحفظ الجميع إن شاء الله. طيب اخر سؤال معلش، هل انا اهل المريض لما بيرفضوا انه يتشال جهاز القلب من عليه، هل ده في تعذيب لي ولا رحمة لي؟ ده سؤال مهم جدا من حضرتك. احنا هنا برضه هقول على النموذج اللي انا فيه، هو النظرة بتكون ان انت لو انت رفضت تحط مريض متوفي كلينيكيا او تشيل الاجهزة منه، احنا بنشوفها ان انت بتعذب المريض، لان هو ميؤوس منه ومش هيرجع تاني. لا إله فانت إلا الله. بتخليه عشان انت عشان انت تبقى شايف ان هو قدامك، لكن هو في الواقع متوفي. لكن في نقطة مهمة جدا دكتورة بسمة، هنا على الرغم من ان القانون بيتيح للاطباء نزع الاجهزه في هذه الحاله، احنا كاطباء مش بنعمل شيء بيخالف رغبه الاهل، وده شيء مهم جدا احتراما للاهل حتى هنا في بريطانيا. لكن دايما هو متوفي بالظبط كده، لكن احنا مش بنقوم بشيء الاهل مش موافقين عليه. طب الاجراءات دي بتكون حضرتك دايما عندك علم، ولا بالموافقه. اسال السؤال ده لشيخ، هل الروح كده طلعت ولا لسه موجودة طالما الجهاز موجود والقلب شغال؟ لا لا، احنا محتاجين رأي بقى احد الشيوخ الافاضل من يلا يا ولاد الازهر الشريف هاتولي يعني، بسرعة ولنا ان حد شاء من الله. الشيوخ. بشكرك جدا دكتور حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة بمستشفى هيرفيلد بلندن. هاتولي يا جماعة شيخ بجد. طيب احنا حاولنا ان احنا الحقيقة على بال ما اخلص تكونوا جبتولي شيخ. احنا حاولنا ان احنا نتواصل مع مديرة المستشفى والطبيب المعالج ورفضوا التعليق بناء على رغبة اسرته، وطبعا ده حقهم يعني، وقالوا انه اخوه وزوجته هما اللي ليهم الحق ان هما يتكلموا، برضو ده حقهم طبعا، محدش يقدر انه يعني يتعدى ولا انه ما يعجبوش، طبعا ليهم كل الحرية المطلقة في ان هما يتخذوا هذا القرار. احنا بس حبينا نوضح انه يعني ايه وفاة اكلينيكيا، عشان كل شوية في خبر عن انه في تدهور، انه في وفاة، وبعدين حد يطلع يقول لا ما فيش وفاة، بعدين حد يطلع في وفاة، وبعدين حد يطلع ما فيش وفاة. فاحنا حبينا ان احنا نوضح الوضع كامل. بس انا بالنسبة لي كبسمة، انا بالنسبة لي غير كامل الا لما اسمع من شيخ، هل الوضع ده الروح بتعتبر طلعت ولا لسه ما طلعتش؟ ده اللي يعني بنحاول دلوقتي ان احنا بنعمله. مش عارفين تتكلموا حد؟ ما تحرجوش نفسكم قدام السادة المشاهدين. معلومات اللي عندنا يا فندم السادة المشاهدين، انه العمري فاروق اتعرض لخطأ طبي في مستشفى ما، معرفش المستشفى اللي هو فيها ولا مستشفى تانية، هي مستشفى في 6 اكتوبر، وعمل هناك 3 عمليات في المخ، اخر عملية فيهم كانت بسبب خطأ طبي، ومن وقتها وحالته تدهورت. فمعانا جبتولي مداخلة. طيب العمري فاروق انا بقولها هو على مسؤوليتي، تعرض لعلاج او خطأ طبي، واظن ان اسرته لو قدر الله فاقوا من هذا يعني الوضع اكيد هيعلنوا عن هذه التفاصيل، وكان في محاولات ان هو يسافر يتعالج بره، ولكن بسبب هذا الخطأ الطبي حالته تدهورت، حتى ما قدروش ان هم يسفروه بره، لان الكابتن الخطيب ومجلس الاهلي
كانوا مقررين ان هم عايزين ياخدوه يعالجوه بره، ودي حاجه تحسب للحقيقه مجلس اداره نادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب ومحمد الجرحي ومحمد الضماطي. فانا الحقيقه يعني من هنا برضو بشكرهم، بشكرهم جدا. الاهتمام بالناس لما بتضعف ولما بتخرج بره الدايره دي حاجه كبيره جدا يا جماعه، ان انا مرميش الناس بتاعتي او اقول خلاص ما هو عيان انا مالي، لا انا بحترمهم والحقيقه بشكرهم من مكاني ده، بقول لهم انتوا بجد ناس محترمه جدا جدا جدا، ونادي الاهلي دايما نادي محترم، وكابتن الخطيب وكل الناس اللي فيه، والعمري فاروق يستاهل بصراحه. معايا الدكتور عبد العزيز النجار احد علماء الازهر الشريف. مساء الخير يا مولانا واهلا بيك في 90 دقيقه. سمور اهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا مولانا. انا سؤال يعني واضح وعايزه اجابه واضحه دلوقتي. المريض اللي بيتوفى كلينيكيا، وهوضح لك طبيا يعني ايه، اللي هو الجزع او المخ بيكون متوقف وكل الاجهزه اللي في الجسم متوقفه ما عدا القلب، فاهل المريض ما بيعترفوش انه كده توفى، ولكن طبيا هو توفى لانه ما فيش حد مصري قلبه رحيم ممكن انه يقول للاطباء خلاص شيلوا الجهاز التنفس او التنفس الصناعي وخلاص ان هو كده، يعني عشان النهاية تقرب. انا عايز اعرف في الحالة اللي بيبقى فيها هذا المريض، الروح بتكون طلعت ولا لسه ما طلعتش؟ متى تخرج الروح من الانسان في هذه الحالة؟ هذه طبعا قضية أخذت كثير من بحث العلماء الشريعة الإسلامية متمثلة في الأزهر الشريف ودار الإفتاء والأطباء، وما زال إلى الآن الرأي الفقهي والشرعي أن الإنسان لا يعتبر يعني انتقل من الدنيا إلى الآخرة وخرجت روحه إلا بتوقف جميع أعضاء الجسم وبما فيها القلب، وان هذا الموت اللي هو على الجهاز ده لا يعتبر موتا حقيقيا ولا يترتب عليه اي احكام. بس معلش عايز اوضح لك حاجه يا مولانا، معلش انا اسف هوقفك عشان بس هوضح لك حاجه يعني وحضرتك تكمل. توقف القلب مرتبط بجهاز التنفس الصناعي، يعني هما لو شالوا جهاز التنفس الصناعي مش هيبقى فيه قلب بيدق شغال، يعني انا كأن انا مشغلة القلب دلوقتي بجهاز تاني. حضرتك سابوا شارون سنتين ليه على الجهاز؟ لو ان حتى هم دولت ليسوا مسلمين ولا حاجة، لو انه خلاص ميت والجهاز ما شالوش الجهاز ليه من عليه وكان مات وانتهى وخلاص، ليه سابوه سنتين اتنين وهو على الجهاز؟ ودي كل يعلم ذلك. الجهاز هو نوع من انواع العلاج، وهو نوع من انواع اللي موجود، فزي غرفة الانعاش اللي بيخش. لا لا لا، هو العلم بيقول انه الموت هو موت جزع المخ. والله العلم متغير، ده الطب يا فندم، العلم متغير وفي كل يوم يطلعنا العلم بابحاث ثم بعد ذلك يرفضها العلم. يعني أبداً لا يمكن أن في حالة ان القلب شغال حتى لو بجهاز التنفس، ده معناه ان الروح لسه موجودة وما طلعتش، ان الروح موجودة ولا يترتب على هذا الموت اي احكام شرعية. طب هل ده في شقاء للروح او تعذيب أبداً ليها؟ ابدا ابدا، فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون. لو حطوه على مليون جهاز ومش هيموت غير في الدقيقة اللي ربنا كتبها له في المكان اللي ربنا لكل أجل كتاب. نعم. أنا بشكرك جدا الدكتور عبد العزيز النجار من أحد علماء الأزهر الشريف. ربنا يعفو عن كل مريض. عايزين تطلعوا فاصل يا جماعة؟ طيب مشاهدينا هنطلع فاصل وهنرجع لحضراتكم في موضوع أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز في حاجة حقيقة مهمة جدا 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 حابة ان انا اقولها واوضحها. نطلع فاصل نرجع لحضراتكم مرة اخرى.
مشاهدينا معكم مرة أخرى في قصة عايزة أتكلم فيها. الحقيقة أنا شايفة أنها مهمة جدا. أول حاجة عايزة أقول للفنان أحمد العوضي ألف سلامة عليك، شفاك الله وعافاك، لأنه تعب من يومين ودخل إحدى المستشفيات، فإحنا بندعي له أنه يقوم بألف سلامة لأنه عزيز وغالي علينا وعلى الناس كلها. والحقيقة الناس كلها بتحب أحمد العوضي، والظاهر انه على فكرة يعني والله مش صحيح انه الناس، انا شفت كتير قوي على السوشيال ميديا ناس عاملة جمع بعضها وعاملة ختمات عشان يدعوا لأحمد وياسمين هما يرجعوا لبعض. فيمكن ده يعني ربنا بيتقبل، مش لازم يروح ايه مطير أحمد وياسمين يروح حاططهم قدام بعض، بس ربنا بييسر حاجات فتكون بدايات، خاصة بعد الخبر اللي انتشر انه ياسمين عبد العزيز زارته النهاردة في المستشفى. طبعا ده برضو دليل على اصلها الطيب ومعدنها، تكون يمكن بداية خير، وده اللي احنا بنتمناه للثنائي الزوجين احمد العوضي وياسمين عبد العزيز، ويا رب ترجعوا لبعض. وانا بقول لكم اهو ان شاء الله هيرجعوا لبعض لانهم بيحبوا بعض، مفيش واحد فيهم وحش ومفيش واحد فيهم اساء للتاني، هي بس تبقى حاجات صغيره كلنا يعني بتحصل. يعني انا ما بتخانقش مثلا مع جوزي، هل مفيش واحده متجوزه بتخانق مع جوزها؟ مفيش واحده بتقول له طلقني ولا مش هطلقك؟ ممكن في مره يكون كان معصب قال لها طب خلاص. يعني مواضيع الحقيقه خلاص احنا النهارده بنتمنى ان هم يرجعوا لبعض. في بقى حاجة الحقيقة مهمة جدا أنا عايزة أوضحها في الموضوع ده، لأني اكتشفت أنه بعض الناس خدتها غلط أو شقلبتها غلط أو أنها قصدت أنها يعني تحولها غلط، وممكن أكون أنا غلطانة ما عرفتش أوصلها صح. تمام، وده الحقيقة مهمتي أنا إن أنا أوضحه من هذا المنبر الإعلامي المحترم اللي في قناة المحور وبرنامجي 90 دقيقة. المرة اللي فاتت كان معايا الناقد الفني اللي ليه كل احترام عماد يسري، وقال إنه في فنانة هي السبب، كل واحد حر يقول اللي عايز يقوله، وده ناقد فني وصحفي. هو قال طيب ممكن اللي قدامه ما كانش يتوقع او توقع، فانا الحقيقه رديت وقلت انا عرفتها، مش عرفتها انه هي السبب في الطلاق. انا ما اعرفش اصلا ياسمين واحمد اتطلقوا ليه، انا شعرفت هما الاثنين اللي يعرفوا هما اتطلقوا ليه، لكن انا ما اعرفش. انما انا عرفت، قلت انا عرفتها لانها الحقيقه هذه الفنانه لما بتدخل اي عمل بيحصل اشاعات كتير انه في علاقه بينها وبين البطل، مش لان هي بتقوم بعلاقه، برضو عشان اصحح الكلام، لانه هي ست حلوه وست جميله وست جذابه وغير متزوجه، ف كل المعطيات اللي ممكن تدي للمشاهد انه يجيله ايحاء وتخيل انه هما الاثنين اكيد في حاجة، لانهم يعني هما الاثنين في العمل مع بعض. زمان ده كان بيحصل على فكرة، حصل مع سعاد حسني، حصل مع نادية لطفي، حصل مع ماجدة، حصل مع فهد الحمامة، وليهم كل الاحترام. فده طبيعي جدا انه الناس بتطلق وبتجوز. احنا النهارده في عصرنا ده بقينا بنطلع اشاعات الاسباب بقى دي اللي زادت، لكن انا لم اقصد ابدا ان انا اقول ده. انا عندي بنت فمش ممكن ان انا يعني كده كاني بخوض في عرضها او سمعتها، فانا حبيت ان انا النهارده وبدون ما حد يكلمني ولا حد طلب مني وبكل رضا وسلام مع نفسي وكل شجاعة طلع بوضح، لازم أوضح. بس ده مش معناه برضو، أرجع وأقول لكم الكلام اللي اتقال، إنه
انه في علاقه، انه دايما بيحصل علاقه بين اي فنان وفنانه بيعملوا عمل مع بعض، مش صحيح. انتوا اللي بيهيئ لكم ده، لانه في مثل بيقول كل صحن ينطح بما فيه، يعني انت بتطلع اللي جواك اللي هو سواء نظيف او غير نظيف. فما فيش حد يرضى انه يطلع عليه اشاعه علاقه عاطفيه، وخصوصا الفنانين، لانه ده بيسيء ليهم، بيسيء ليهم قدام جمهورهم اللي بيحبهم. وانا بوجه رسالة لهذه الفنانة اللي كانت محور الكلام، ورسالتي لهذه الفنانة، انا عايزة اقول لك الحقيقة ان انا عمري ما شفتك ولا عرفت اصلا انه ولا طرامة الى سمعي، وحقيقي والله واشهد بالحق انه ليكي اي علاقة غرامية مع اي حد في الدنيا. انا اللي اعرفه ان انت كنت متزوجة بس، اكتر من كده انا ما اعرفش. انتي مش من الفنانات كمان، عشان الواحد يقول كلمة حق، الفنانة دي يا جماعة مش من الفنانات اللي بتخرج تسهر، تخرج تروح حفلات، تخرج مش عارف تروح فين، تخرج سمعنا عن علاقات متعددة. الست دي فعلا في حالها ملاش دعوة بحد، واظن انه اصدقائها متعددين يعني يتعدوا على الصوابع. انا بدافع عنك وانا ما اعرفكيش شخصيا، لان ده شغلي ان انا اقول كلمه صح يا اقول كلمه غلط، او كلمه اتفهمت غلط فلازم واجب عليا ان انا اطلع اوضح، حتى لو اللي قدامي خدها، يعني لو انت خدتيها بمحمل تاني نفسك انا بوضح لك. يا فنانه يا عظيمه، انا عمري ما كرهت اي فنانه ولا ليا اي مواقف شخصيه مع حد، والنهارده انا بقول كلمه في حقك حقيقيه. يا جماعه الفنانه دي ليست السبب في الطلاق. وبعدين خليني اقول لكم حاجه كمان، وانتوا فاكرين ان احمد العوضي يعني اي واحده كده قدامه يروح خاين مراته؟ عارفين احمد العوضي منين؟ من عين شمس. عارفين رجالة عين شمس؟ تربينا على الرجولة، رضعين رجولة وجدعنة وأصل رجالة عين شمس. وبجد أحمد محبوب مش عشان فنه بس، لأن هو شخصيته من جوه ابن بلد، وبيشبهنا، بيشبه إخواتنا، بيشبه جوازتنا، بيشبه اخلاق ابهاتنا. فاخلاق احمد ما تعملش الاشاعه اللي طلعت دي، ولا يعمل كده في ياسمين عبد العزيز. دي قمر، حد يعمل كده في القمر ده؟ وبيحبوا بعض، ما يعملش كده. والحقيقه انا بحييها طبعا لانها عملت باصلها وراحت زارته النهارده في المستشفى، وده يحسب لها على المستوى الشخصي. وعايزه اقول لكم تاني انه احمد العوضي راجل ومتربي ويعرف يعني ايه يقوم بواجبات الزوج ويحافظ على بيته. مش معنى انه حصل زعل انه هم اتطلقوا بسبب خيانه، دي اول حاجه الناس بتطلعها لما اي اتنين بينفصلوا على فكره، وده غير صحيح. زائد ان انا اعرف احمد العوضي كويس من قبل لما يبقى يتجوز ياسمين، ومن قبل ما انه يبقى احمد العوضي الفنان المشهور النهارده، وتنبأت له وقلت له يا احمد انت هتبقى حاجه كبيره، وفعلا النهارده بقى نجم وحاجه كبيره بمجهوده وبفنه وبموهبته وباخلاقه الكويسه. بكررها تاني ان انا طالعة النهاردة بكل رضا اوضح انه الكلام اتفهم غلط، واوضح انه بعض الامور اللي اختلط فيها الامر، واحط النقط على الحروف، واقول ان هذه الفنانة بريئة من هذه الاشاعات كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب. نقطة، خلاص انا خلصت.
في النهارده الحقيقه موضوع تاني حصل، حادث الحقيقه مرعب جدا وصدم الناس كلها، لانه حادثه غريبه يعني على محور ماريوتيه حصلت عليه، حادثه خطيره جدا مروعه جدا، ده بسبب حاله التجدس والازدحام المروري اللي شهدتها المنطقه دي اللي حصل النهارده. على فكره التكدس ده انا مش ماشي معايا، يعني هقول لكم ليه. شوفوا الفيديو الاول، شايفين الفيديو يا جماعه؟ شايفين؟ بص المقطورة، بص المقطورة، بص 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 ايه ايه يعني ازاي؟ يعني ازاي هو حوض وجه كده يعني؟ بصي بص بص كم عربية وقعت وكم عربية خبطت في بعض، وطبعا حصل حالات وفاة كتير. بصوا يا جماعة تاني، بصوا تاني، تكدس ايه اللي يخليه يدخل على السور الكوبري؟ بص بص بصوا العربيات اللي وقعت، يا الله. بص يا جماعة بقى، أنا بطالب النهاردة في التحقيق مع هذا السواق يتعمل حاجتين، وأنا مش هعدل على طبعا جهات التحقيق، بس السواق ده يا كده يا كده، يا كان نايم يا بيتعاطى، ملهاش تالت، لأنه الحادثة دي والدخلة دي والطريقة دي والوقعة دي والدخول على السور بالطريقة دي، بص بص ايه ده؟ ده واحد راح يا بينتحر يا بينتحر. لا بصوا، حياة الناس دي مش سهلة، فلازم يتحقق معاه من هذا المنطق ان دي مش مجرد حادثة عادية. انا بقولها اهو، دي مش مجرد حادثة عادية. وبعدين يا ريت الطريق كان مفتوح فبيجري، ده طريق مزدحم يعني ماشي على مهله، ايه اللي يخليه يعمل كده؟ حاجة يا جماعة بالعقل. فده يا متعاطي يا كان نايم يا بيبقى عايز ينتحر، حاجة من التلاتة دول. ونتمنى ان الايام اللي جاية تبين لنا حقيقة هذا السواق ليه حصل كده. وطبعا في الاول وفي الاخر بنقول قدر الله ما شاء فعل، وربنا يرحم الناس اللي توفت ضحايا ومصابين هذا الحادث. هنطلع فاصل ونرجع لحضراتكم مرة اخرى. برعاية وي، أول مقدم خدمات 5G في مصر. وي غير أي حد.
أعزائي المشاهدين أهلا بكم. الريمونتادا معروف إن بركات شريك ميدو في الريمونتادا. مستمرين معاكم في الريمونتادا. حط استراتيجية جديدة لازم الناس تحس بيها. ما حدش أحسن من أفريقيا. اللعيبة اللي أنا فخور إن أنا دربتهم. لقيت نفسي في إن أنا هبدأ الماتش طبعا كانت حاجة مفاجأة بالنسبة لي. أنت شايف إن ده ممكن يديها أدفانتج كبيرة؟ الناس ابتدت تشاور إن في أحمد رفعت لعيب كويس. فإحنا من قبل الماتش وإحنا كنا مركزين ما ينفعش نتغلب. تواجد في كل المحافل الدولية الكبيرة. شخصيات اللي زيك تمشي في الزمالك أحسن. عمري في حياتي ما طلعت من المباراة مع النادي الأهلي واتشتمت. عموما عودة الجمهور ده حاجة كويسة. الماتش كان من حاجة عادي ماتش زي أي ماتش. هدف مارادونا. النتيجة كانت غير متوقعة بالنسبة للناس كلها. قال لي لا أنت كده 14. ايجابيات يزودها. ما كانش عندك مشكله ان انت تستمر في النادي الاهلي لحد ما جه العرض بتاع فيوتشر. هو ده اللي خلانا افكر. سيلتا فيجو موجودين في القاهره. انا كنت العب مع سيلتا وخلصت اربع اهداف. من فضلك عود مره اخرى يا فيجو. النادي الاهلي نزل بدايه الشوط الثاني بشكل ثاني. المؤتمر الصحفي اتكلم وقال كلام مهم جدا. صلاح اشوفه ان هو اعظم لاعب في تاريخ مصر. لو احنا عايزين نتطور نقدر نعمل كده. الريمونتادا يوميا الثانية عشرة منتصف الليل على المحور تي في. الهدف من الرحلة دي هو تشجيع الطلبة المتميزين. مبسوطة قوي وبرحب بيكم في الكامب بتاعنا السنة دي. بنتك قالت لك على حاجة قبل كده شافتها في المستقبل وحصلت. ما تخافيش طول ما أنا جنبك ومعاكي ما تخافيش. أكيد ده مش حقيقي. أنا بقالي سنين ما شفتش حاجة. هي دي الشجرة اللي أنت شفتيها؟ ما بقتش قادرة مش عايزة أشوف حاجة تاني. وشفت إيه تاني؟ حد قاصد يحبسنا هنا. ما خفية كان أعظم من أول يوم جينا هنا وأنا بقول إن المكان ده مش كويس. إزاي يجيبوا أطفال صغيرين في مكان زي ده بكل تفاصيله المرعبة؟ المكان ده يا صاحبي بيصحب. كل حاجة ابتدت معايا من وأنا لسه صغيرة وعمري ما عرفت هشوف إيه ولا إمتى هشوفه لحد ما حصلت جريمة القتل. امبارح وانا مش قادره ادخل الاوضه بتاعتها. على فكره احنا كمدرسه برضو عايزين نعرف البنت فين وحصل لها ايه. تعالى خرجني من هنا انا خايفه قوي. الموضوع ملوش علاقه بالمدرسه. تشارلي تشارلي ار يو هير. تشارلي تشارلي ار يو هير. تشارلي تشارلي كان وي بلاي. تشارلي تشارلي كان وي بلاي. انا عاوزاكم تمشوا من هنا بسرعه. محدش هيتحرك من هنا. المطلوب يتنفذ زي ما العهد اللي بيننا ما بيقول. مين؟ انا من ساعة ما جيت المكان ده وانا مش مرتاحة ومش مطمنة. مفيش وقت لازم تمشوا من هنا وبسرعة. خلاص الوقت فات. انا اوعدك ان احنا هنخرج من هنا زي ما دخلنا. ليه أنا كده؟ وليه أنا مختلفة؟ وليه أنا غير كل الناس؟ ليه وليه وليه؟ أسئلة كتير قوي ملهاش إجابة. أرواح خفية من السبت إلى الأربعاء السابعة مساء على المحور تي في. مصر حلوة قوي وشعبها يستحق أحلى حياة. هي الناس عايزة ايه؟ حد يسندهم يقويهم. حد يخدمهم مش يتاجر بيهم. يساعدهم ويمد ايده يطبطب عليهم. الناس عايزة الحقيقة. الحقيقة بس. كل ده هتلاقوه مع خيري. مع خيري من السبت إلى الاثنين
الثامنة مساء على المحور تي في. أنا اسمه رضوان البرنس من الشرقية، واحد اخواته قتلوا مراته وابنه. أنا مش بقى على حاجة، حقي هاخده من اللي عايش. تعالي الخسيس واللي عملناه ده هو الصح. قسما بالله العظيم ناخد حق من عيالنا. رضوان اوعى تفتكر انها خلصت كده. انت مريض يالا. احنا لسه بنستفتح يا ابن ابويا. لما تشوف فتح قول لي رضوان بيقول لك انت واخواتك ما تكونش بعد موتكوا عازم. انتوا ما تعرفونيش، هو رضوان البرنس. رامي انت هتخش الشارع يا فتحي. اهلي بالدنيا عليك يا قلب ابوكي. انا بحبك ابو عرش ربنا. لا يا توحة الا ده. انا رضوان البرنس في الدنيا راجل البرنس يوميا العاشرة مساء على المحور تي في. حكمت المحكمة العسكرية على المتهم منصور مساعد الطوبي بالإعدام شنقلة. لا أعلى سلطة في البلد طلبة تأكيد معلومة وصلت على الخصم. لو المعلومة دي صح يبقى مصر مش هتقدر تخش الحرب لاسترجاع الأرض المحتلة. ميزك يا بوجودة يا حلوة. لو حصل اتقبض عليك وده مستحيل طبعا، هتقول انك خدت الميكروفيلم من نقطة ميتة. أنا هعمل معاك صدق. حياتك متوقفة على حياة واحد تاني. يبقى ضروري التاني يعيش. هو شبه بس مش انا. عملت كده ليه؟ عشان اضمن حياتي. ده كابتن. انت اللي كابتن وستين كابتن كمان. الله سلام واحدين. اعدام ميت الخميس الواحدة بعد منتصف الليل على المحور تي في. مساء السعادة والهنا على كل هو هنا بيتفرجوا علينا دلوقتي. قاعدة جديدة من قعداتنا في هو هنا. وانا كمان طبعا برحب بكل مشاهدينا وبونسوار على كل مشاهدي قناة المحور. النهاردة انا متأكدة ان الفقرة تبقى حلوة جدا جدا جدا. لازم كل واحد يفتح الكاميرا ويصور حاجة يبقى عارف ايه اللي هيحصل من ورا تصوير الفيديو ده. ايه هو افضل ميك اب اقدر احطه وفي نفس الوقت احافظ على نضارة بشرتي. طبعا البنات والستات قادرين ان هم يعملوا اي حاجه في الدنيا. هنتكلم النهارده عن واحده من انجازات بنات مصر. حلقتنا النهارده بتهم كل اصحاب الوظائف. المشاهد اللي لازم كلنا نركز عليها. معايا نموذج من النماذج شباب الموهوبه جدا. ازاي تم ترشيحك للفيلم ده؟ مع حضراتكم فقره المطبخ، الفقره اللي كلنا طبعا بنستناها، احلى واجمل فقره في البرنامج كله. والنهارده انا متاكده ان الفقره هتبقى فقره حلوه جدا جدا جدا. فقرات جديدة مختلفة من هو هنا. كلنا قصة مع بعض. استنونا وحلقات متميزة دايما من هو هنا. هو وهن من السبت إلى الأربعاء الخامسة مساء على المحور تي في. تسعتاشر سنة أفوت عليك تقول لي إن مراتك بتولد. إن كنت جال هطلع لي هنا فوق. رفعنا يا نوفمبر أوجاع نوفمبر. منتحل شخصية كبيرة. أبوك امشي. أهلا صم وسلم الضحية بالإقبال وبالفعل المحببة. إذا لم تقل لي والزمان شرم برم فلا خير فيك والزمان ترلل. سلامة في خير. الثلاثاء الواحدة بعد منتصف الليل على المحور تي في. المحور تي في تابعونا على التردد التالي. مشاهدينا معكم مرة أخرى. النهاردة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو والرئيس الروسي بوتين حضروا من خلال تقنية فيديو كونفرنس عملية صب الخرسانة الخاصة بقاعدة ويعني أو بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 في محطة الضبعة النووية. طبعا
الصبة الخرسانية دي هي الأولى للوحدة النووية الرابعة مشروع الضبعة، واللي بتعتبر بمثابة خطوة للدولة المصرية إنها تبدأ في مرحلة الإنشاءات الخاصة بكل الوحدات النووية في المشروع. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ألقى كلمة بهذه المناسبة، قال فيها إنه الحدث اللي بتشوفه أو بنشوفه النهاردة هو حدث عظيم بيمثل صفحة مضيئة في مسار التعاون بين مصر وروسيا، وقال كمان أن المشروع بيعد صرح جديد يضاف لمسيرة الإنجازات التي اتحققت بالتعاون بين مصر وروسيا على مر التاريخ. الرئيس كمان أشار أنه مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة ماشي بوتيرة أسرع من المخطط الزمني اللي محطوط ليه. وخلونا نسمع كلمة السيد الرئيس النهاردة ونرجع لحضراتكم مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، الحضور الكريم، أود في البداية أن أعرب عن خالص تقديري وسعادتي بالمشاركة الكريمة لصديق العزيز فخامة الرئيس فلاديمير بوتين في فعاليات بدء تنفيذ الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة بمشروع الضبعة النووي، والتي تأذن بمشروع الدولة المصرية في مرحلة الإنشاءات الكبرى لكافة الوحدات النووية بالمشروع. كما أتوجه أيضا بالشكر للضيوف الكرام السيدات والسادة، إنه لمن دواعي سروري وفخري واعتزازي أن أتشارك معكم هذه اللحظة التاريخية التي ستظل خالدة في تاريخ وذاكرة هذه الأمة، وشاهدة على إرادة هذا الشعب العظيم الذي صنع بعزيمته وإصراره وجهده التاريخ على مر العصور، وهو اليوم يكتب تاريخا جديدا بتحقيق حلما طالما راود جموع المصريين بامتلاك محطات نووية سلمية، مؤكدا تصميمه على المضي قدما في مسار التنمية والبناء وصياغة مستقبل مشرق لمصر. إن هذا الحدث العظيم الذي نشهده اليوم يمثل صفحة مضيئة أخرى في مسار التعاون الوثيق بين مصر وروسيا الاتحادية، ويعد صرحا جديدا يضاف إلى مسيرة الإنجازات التي حققها التعاون المصري الروسي المشترك عبر التاريخ، كما يعكس مدى الجهود المبذولة من كلا الجانبين للمضي قدما نحو تنفيذ مشروع مصر القومي بإنشاء المحطة النووية بالضبع الذي يسير بوتيرة أسرع من المخطط الزمني المقرر، متخطيا حدود الزمان، متجاوزا كل المصاعب، ليعكس الأهمية البالغة التي توليها الدولة المصرية لقطاع الطاقة، إيمانا بدوره الحيوي كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي وأحد ركائز التنمية الاقتصادية وفق رؤية مصر 2030. السيدات والسادة، أن ما يشهده عالمنا اليوم من أزمة في إمدادات الطاقة العالمية يؤكد أهمية القرار الاستراتيجي الذي اتخذته الدولة المصرية بإحياء البرنامج النووي السلمي المصري لإنتاج الطاقة الكهربائية، كونه يساهم في توفير إمدادات طاقة آمنة ورخيصة وطويلة الأجل، وبما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري ويجنب تقلبات أسعاره، كما أن إضافة الطاقة النووية إلى مزيج الطاقة الذي تعتمد عليه مصر لإنتاج الكهرباء يكتسب أهمية حيوية للوفاء بالاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية اللازمة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويساهم في زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة
بما يحقق الاستدامة البيئية والتصدي لتغير المناخ. وختاما أتقدم بالشكر مرة أخرى لفخامة الرئيس بوتين على انضمامه لهذه الفاعلية، كما أعرب عن خالص الشكر والتقدير للعاملين بكل من شركة أتوم ستروي أكسبورت، المقاول العام الروسي للمشروع، وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء التي تشرف على تنفيذ هذا المشروع القومي العملاق، آملا دوام التوفيق في مراحل المشروع المقبلة. مرة أخرى وقبل أن أختتم كلمتي، أتوجه لك أخي فخامة الرئيس بوتين بكل الشكر وكل التقدير وكل الاحترام على دعمكم لكي يخرج هذا المشروع إلى التنفيذ. لولا دعمكم منذ ديسمبر 2017 وحتى الآن، أتصور أن هنا بسجله لكم وبدعمكم الشخصي لإتمام هذا المشروع. شكرا فخامة الرئيس بوتين مرة أخرى، أشكركم وأشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يعني اللي عايز أقوله أن ده يوم تاريخي وبداية الحلم النووي المصري، وزي ما الرئيس عبد الفتاح السيسي قال أنه إنشاء محطة الضبعة النووية حدث تاريخي. هنروح بقى من إنجاز لإنجاز، هنتكلم عن إنجازات وزارة الصحة. بصراحة يعني ملف الصحة كان قبل تولي سيادة الرئيس في 2014، وأنا دي مش أول مرة بقولها، كان ملف أنا بسميه يعني متخيط، متلصم، بتلفق حاجة مقطعة. عارف لما يكون عندك حاجة يعني متهربدة كده ما تنفعش تتخيط، فانت عمال تلفق تلفق تلفق. فلما جه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رغم انه في ناس تقولي احنا لا احنا طب ما احنا احسن من غيرنا، واحنا في مرحلة في الملف الطبي احسن من مراحل كتير فاتت. فلما اكون انا 1 من 10 وابقى 6 أو 7 من 10، طبعا يبقى اقول انه كويس او ده انجاز وتطور. ولازم نعترف انه ملف الصحة اختلف تماما من اقصى الشمال لاقصى اليمين. وبرضو ارجع واقول ما ننكرش انه في لسه طبعا سلبيات، بس عندنا الرئيس السيسي وضع الاساسيات وقام بيها الوزير دكتور خالد عبد الغفار كما ينبغي. حد يقول لي بس اصل ما هو مش معقول حاجه ممكن تتقلب 180 درجه بجره قلم. لا يا جماعه، يعني لما تقارنونا بالطفره اللي حصلت في ملف الصحه في السنوات الاخيره، تعظيم سلام. يعني سيادة الرئيس مهتم جدا بملف الصحة، لأن دي صحة المواطن المصري اللي هو بيهتم بيه واللي بنى عليه زي ما قلت لكم وزير الصحة. وبرده تحية كمان للسيد الوزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، ده اللي هو الطفرة اللي حصلت في المستشفيات الجامعية. أنا عايزة أقول لكم في مستشفى جامعي اسمها سعاد كفافي، أنا نفسي بروح فيها يعني بصراحة مش ممكن. لما تيجي تقارن بينها وبين مستشفى خاصة، والله يعني تجري من المستشفى الخاصة وتقول لو ادوني فلوس ما ادخلهاش، مع ان بيبعد بينهم بين بعض الامتار. وفيها علاج على نفقة الدولة والمستشفيات الجامعية يعني، وفيها ميزات تانية كتير، وفيها علاج اقتصادي جدا. وانا هنا وده شغلي، اي حد محتاج حاجة في الملف الطبي او عنده مشكلة في الملف الطبي، نزلوا له يا جماعة اللينك بتاعنا من فضلكم، بتاع صفحتنا او صفحة قناة المحور، صفحتي او صفحة قناة المحور، بسمة وهبة بالانجليزي BASMAWAHBA، او صفحة 90 دقيقة.
الصفحة بتاعتنا عندنا وزراء فعلا بينفذوا توجيهات السيد الرئيس بالحرف الواحد، وبيبينوا الحقيقة اللي هو عمله، شغله بيبان بكل إخلاص. وأنا ليه يا جماعة بقول الكلام ده؟ عشان الإنجازات دي والمبادرات دي والخدمات دي محدش واخد باله منها. لا خدوا بالكم ولا شايفها، لا شوفوها. بلدنا بيحصل فيها طفرة كبيرة في كل المجالات، بس في اللي بيقوم بدوره وفي اللي مش بيقوم بدوره. ودول أنا عارفة إنه السيد الرئيس بيبقى عارف دبة النملة، صدقوني. فهو عارف كويس قوي مين بيشتغل ومين مش بيشتغل، مين بيقوم بدوره ومين مش بيقوم بدوره. بس أنا قلت لكم قبل كده إنه سيادة الرئيس مش هيعمل كل حاجة بإيديه ولا هيتابع كل حاجة بنفسه، هو بيرمي الأساسات وفي ناس بشغلتها إنها تكبر ده وتنميه أو يعني بمعناه تكمل. مبادرات ومستشفيات ومشروع جينوم الجديد عايزة أقول لكم عليه، ده هيعمل طفرة حقيقة كبيرة جدا في مصر. وأنا متأكدة أنكم السادة المشاهدين في كتير ناس بتسمعني دلوقتي ما تعرفش حاجة عن مشروع جينو. وهنا بقى عايزة أقف شوية، لأن في 1000 فايدة وفايدة في مشروع الجينوم المصري ده. هتقولوا لي يعني احنا مش فاهمين، هقول لكم ده مشروع هيخلي جزء من المنظومة العالمية الطبية، مصر هيحصل فيها طفرة كبيرة جدا جدا صحية. مشروع بدأ سيادة الرئيس وبدأ العمل فيه، عارفين امتى؟ من سنة 2020، يعني من 4 سنين. عمركم سمعتوا عنه؟ أنا بقول إن ده تقصير من الإعلام، المنبر الإعلامي، إن إحنا لازم نبعت كاميراتنا ولازم نوضح ده ولازم نوريه للناس، الناس هتشوفه إزاي. الصحافة لازم القلم يكتب، لازم الصورة تنزل، وإلا إنه المشاريع دي حرام إنه ما بيتسلطش عليها الضوء والناس ما تعرفهاش. دي بقى من ضمن الأساسات اللي بيحطها السيد الرئيس، والمفروض إن المسؤولين في الحكومة يكملوها على أكمل وجه، زي ما الأساس اتحط على أكمل وجه. أنا بقول إنه لازم المشروع يكمل على أكمل وجه. أنا دخلت بقى وإيه وفريت وقريت وعرفت إن مشروع الجينوم هو أكبر مشروع علمي في تاريخ مصر الحديثة، بالتعاون مع وزارات الدفاع والصحة والاتصالات وأكثر من 15 جامعة ومركز بحثي ومؤسسة مجتمع مدني. ومتوقع ان هو يخلص امتى بقى؟ قبل بداية 2025، يعني بتكلفة 2 مليار جنيه. مش بكلمكم على حاجة تحصل كمان 10 سنين، ده السنة الجاية. طب انا مش هعرف اقول لكم طبعا التفاصيل، في حاجات طبيه وتخصصيه انا مش هعرف اشرحها، اللي هيشرحها معانا الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزاره الصحه. برحب بيك يا دكتور حسام، عرفني بقى ايه هو مشروع الجينوم المصري. مساء الخير يا استاذ اسماء، تحياتي لحضرتك ولمشاهدي حضرتك الكرام. الحقيقه مشروع الجينوم المصري زي ما حضرتك قلتي هو، علوا لنا يا جماعه شويه من فضلكم، واحد من اكبر المشاريع البحثيه الطبيه على مستوى مصر. وسيد الرئيس في مارس تحديدا 2021 وافق على المضي قدما في مشروع الجينوم المصري المرجعي للمصريين وقدماء المصريين. ده الجينوم عشان الناس تبقى عارفه هو ايه الجينوم. الجينوم هو كامل الماده الوراثيه، يعني كامل الوردة الوراثية المكونة للإنسان، ده إحنا بنسميه جينوم. عايز أدي الحقيقة بس حاجة سريعة كده، اللي هي مكونة من حمض الدي إن إيه. حمض الدي إن إيه اللي موجود في الإنسان لو إحنا فردناه زي خط مستقيم كده، بيبقى هيبلغ طوله من المسافة من الأرض للشمس 600 مرة. يعني تخيلي جسد الانسان ده رقم كبير وضخم، يوصل من الارض للشمس 600 مره رايح جاي. ده هيحقق
بدايه ما نسميه الطب الشخصي. يعني ايه الطب الشخصي؟ يعني يبقى الدواء يتعمل للشخص. احنا الدراسات بتقول ان الادويه اللي بنستخدمها النهارده في 50% من الناس بيستجيبوا بشكل مختلف. يعني ممكن يبقوا اخين عندهم نفس المرض وتكتب لهم نفس الدواء، واحد يخف واحد ما يخفش، واحد يخف والتاني يجيله حساسيه من الدواء. لكن الجينوم بدراسه هذا الماده الوراثيه للمصريين هنقدر نعمل دواء لكل مريض يخص. هنقدر نعرف الفقرات. خليني هقول لحضرتك حاجه يمكن مرتبطه باللي بيحصل النهارده وافريقيا وبطوله افريقيا وكاس افريقيا. هنقدر نعرف ايه هي التمرينات المناسبه اللي تخلي عندنا 100 محمد صلاح و100 تريزيجيه، ايه التمرينات الخاصه بالمصريين اللي لو قدرنا ان احنا نعملها ده هيحقق طفره في المجالات الرياضيه. يعني معلش يا دكتور اقدر اقول انه هينقلنا علميا. هينقلنا علميا دي مرحله متقدمه جدا تخلينا قادرين يبقى المصريين شعب متميز. طب معلش المواطن بقى اللي بيسمعنا دلوقتي هيقول لك طب انا ده هيعود عليا بايه؟ هيعود عليك التميز ده هو هيبقى للمواطن، العلاج هيبقى للمواطن، التميز العلمي هيبقى للمواطن، الطالب اللي في الكليه هيعرف ايه الحاجات اللي المفروض يذاكرها وازاي يذاكر وطيب ايه عشان يتفوق، كل ده في النهايه هو اللي لكل واحد فينا ازاي هيستفيد على الناحيه الصحيه، على الناحيه الرياضيه، على الناحيه الاجتماعيه، على الناحيه الامراض، ازاي نحافظ على الشعب. يعني هيأثر في حياه كتير من المواطنين يا دكتور حسين. حياه 105 مليون مواطن دلوقتي وفردا فردا. طب هل متوقع ان هو يخلص فعلا في التاريخ المحدد اللي هو 2025؟ ان شاء الله هيخلص. احنا بنتكلم النهارده على المشروع بيضم 25700 عينه من التسلسل الجيني خلال 5 سنوات. ايوه. نهايه 2025 او بدايه 2026. الحمد لله الخطوات ماشيه بشكل جيد جدا والخطه الزمنيه مظبوطه وباذن الله ينتهي كما هو مخطط له. احنا الحقيقه كان دورنا ان احنا كان لازم ان احنا نلقي الضوء على هذا المشروع العظيم اللي هيفيد المواطن المصري، لان في ناس كتير ما تعرفش عنه حاجه ولا وصل لكثير من الناس، وده تقصير مننا الحقيقه. وعشان كده قررنا ان احنا نحط ايدينا على كل حاجه ممكن تفيد المواطن وبتحصل وبتتعمل وبتقام والمواطن ما يعرفش عنها حاجه، مش كلام على ورق. انا بشكرك جدا دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزاره الصحه. وملف الصحه برضو فيه حاجه تانية. امبارح كان في المؤتمر العلمي السنوي للهيئه العامه للمستشفيات والمعاهد التعليميه واللي اتعمل تحت عنوان طب الطوارئ. ده مهم جدا جدا. اللي انا كنت بتكلم اللي كان معانا الدكتور حاتم في المداخله بتاعت فاروق العمري، طب الطوارئ ده مهم جدا جدا. والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه اتكلم خلال المؤتمر ان وزاره الصحه بتقوم بدور كبير في توحيد كل المؤسسات الطبيه في التعامل مع حالات الطوارئ. وانا هنا بصراحه لازم ادي شخص حقه واشيد بدوره، هو الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحه للطوارئ والرعايه العاجله. الحقيقه بيقوم بدور عظيم جدا وبيساعد على التطور اللي حصل في ملف الطوارئ بالتحديد. وانا اتعاملت معاه شخصيا الحقيقه، يعني بصراحه شعله متحركه، خبره بصراحه على مستوى عالي جدا. فيعني خبرته 15 سنه ومستشار لوزير الصحه في هذا الملف وبيساعد كل الناس وفتح بابه طول الوقت. فانا الحقيقه بشكره جدا. ونشوف مع بعض هذا التقرير. بحضور وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار عقد المؤتمر العلمي السنوي للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والذي يأتي هذا العام بعنوان
طب الطوارئ ليناقش المؤتمر في هذا العام التخصصات المتعلقة بطب الطوارئ بشكل موسع، وذلك لمدى أهميته ونظراً لتردد أعداد كبيرة من المواطنين على هذا التخصص يومياً. طب الطوارئ يعني من العناوين المهمة جداً، ويمكن يعني خلينا نبقى واقعين، إحنا ما عندناش التخصص ده بشكل موسع على مستوى مصر، لكن يعني متهيألي إن إحنا حان الوقت، لأن لو شفنا الإحصائيات اللي بتقول إن اللي بيترددوا على أقسام الطوارئ في المستشفيات أعداد كبيرة جداً باختلاف التخصصات المختلفة، إذا كانت قلب ولا مخ وأعصاب ولا حتى حوادث ولا نساء ولا أورام، كل دي كل جزء من اللي إحنا من المجالات الطبية ليها شق كبير جداً في الطوارئ. احنا بنشتغل طوارئ لكن من غير ما يكون عندنا الخلفية المبنية على كلينيكال جايدلاينز، فبالتالي ما بنبقاش ضمنين 100% ان العيان اللي هيخش برينال كوليت مثلا في أسوان هياخد نفس الرعاية بنفس الجايدلاينز بنفس الخطوات زي اللي هياخدها في القصر العيني او هياخدها في اسكندرية او اسيوط. ارحب بحضراتكم في المؤتمر العلمي السنوي للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والذي ينعقد هذا العام تحت عنوان طب الطوارئ هذا العام وكل عام بإذن الله، حيث أصبح لها تخصص منفصل عن باقي التخصصات الطبية يواكب التطورات الحديثة، وذلك لتوفير الكوادر الطبية والتمريض والمهن المساعدة للتعامل مع الحالات بمهنية عالية وتدخل فوري. احنا من زمان قوي قوي كنا ينقصنا هذا المجال في مستشفيات مصر. في البلاد الغربية بيجي مريض او حادثة مثلا حصلت، بيحصل ترياجنج قبل ما المريض يوصل المستشفى، بنقول المريض ده عنده كذا ومريض عنده كذا، بحيث انه ما يوصل المستشفى ياخد اعلى خدمة في طب الطوارئ. والمؤتمر ده بيناقش الافرع المختلفة في طب الطوارئ في وزارة الصحة. المؤتمر بيدور حول المهارات الأساسية التي يجب الحصول عليها في فترات التدريب سواء في الهيئة الطبية أو هيئات التمريض أو الهيئات المعاونة أو حتى الشخصيات العادية، لأن لابد من التعرف للأساسيات البسيطة للتعامل مع الطوارئ، لأنها أمور تحدث فجأة، وبالتالي يجب أن يكون هناك تدريب وتعليم وأساس نظري للممارسة بشكل صائب وجيد من المرة الأولى. مؤتمر بيلقي الضوء على الإجراءات الطبية والإرشادات الإكلينيكية اللي تقول لك إزاي تشخص العيان ده وتعمل إيه المعامل اللي تعملها له والأشعات اللي مطلوبة عشان تشخص تشخيص صح وبناء عليه هتعالج لك صح. بينطلق دور هذا المؤتمر في مناقشة الحالات أو الأبديتس أو الجايدلاينز الجديدة، مناقشة الجايدلاينز الجديدة فيما يتعلق بطب الطوارئ، مما ينتج عنه طبعا تقديم خدمة أفضل لحالات الطوارئ وتدريب صغار الأطباء طبعا ونقل الخبرات من خلال المحاضرات العملية والفيديوهات والوركشوبس اللي بيتضمن لها برنامج المؤتمر. يعني الطوارئ بالنسبة لنا مشهورة، يعني كلنا عارفين مرضى الكبد يعني ايه بيجي بنزيف ويعني ايه بيجي بغيبوبة ويعني ايه ممكن يجي وعنده عدم انتظام في السكر او جراحيا ممكن يجي بمشاكل جراحية طارئة زي ايه. ديت كلها مواضيع مطروحة، يمكن مطروحة اكترتها النهاردة بإذن الله، هتبقى في السيشن في النص كده في نص المؤتمر. وده بيحط كل يعني زي ما قلت كده في الاول ان كل الطبيب لو حضر اكتريت المحاضرات دي هيطلع منها بكميه معقوله من المعلومات تاهله ان هو يقدر يكمل عليها باذن الله. طب الطوارئ اللي هي الحالات الحرجه في جميع التخصصات، فطبعا الطبيب لما بيحضر المؤتمر ده هيستفيد ازاي يتعامل مع الحالات الحرجه، ازاي بيشوف تجارب الناس اللي تعامل معاهم، ايه الحاجات الجديده الحديثه في التعامل في الحالات الحرجه في جميع التخصصات من الاستشاريين واساتذه من الهيئه العامه للمستشفيات والمعاهد التعليميه ومن الجامعه ومن الوزاره، فبالتالي هياخد خبرات الناس وهيعرف ازاي يتعامل بقوه وبدون تردد في علاج هذه الحالات، بالتالي هو هيفيد المريض انه هيقدم خدمه للمريض تكون سليمه على اسس علميه بطرق على حسب الجايد لاينز العالميه والمصريه.
مشاهدينا ورجعنا لكم مرة أخرى. عايز أتكلم في موضوع يعني أكيد كلكم تابعتوه، هو قصة المنشورات لزوجة اللاعب صلاح محسن لاعب النادي الأهلي، وهي بتقول في يعني الموضوع أنها اكتشفت خيانته ليها على سناب شات، وكل يوم في تطور في القصه، يعني ما اكتشفتش انه يوم واحد، ما اكتشفتش انه واحده بس، لا هو تشاتس كتير مع ستات وبنات كتير. اخرها انه في محامي، يعني اخر بقى الموضوع ومش عايزه اقول اسمه الحقيقه، لانه يعني انا شايفه انه كونه انه يقدم بلاغ ومحدش طلب منه من الطرفين يقدم بلاغ ضد الزوجه، يعني انا شايفه انه هو ملهوش دعوه، يعني ايه اللي دخله في الموضوع يعني. ف يعني عشان كده مش عايزه اقول. وبعدين هو جاب توكيل، يعني هل انت عندك توكيل؟ يعني هل حد ادالك توكيل ترفع قضيه؟ لو حد وكلك قول لنا، نزلوا له النمره على الشاشه. ما علينا، هذا المحامي قدم بلاغ ضد زوجة صلاح محسن. البلاغ ده بيتهمها فيه بنشر الفضائح وفبركة صور وأسماء فتيات. وعموما يعني بعيدا بقى عن البلاغ والحكايات دي، أنا عمالة أتابع على السوشيال ميديا يعني آراء مختلفة، وكلها يعني الحقيقة ضد بعض. في اللي شايف إنه اللي عملته مرات صلاح محسن ده صح، ولازم الست لما تكتشف خيانة زوجها إنها تتصرف زي ما هي عايزة، تفضحه، تاخد حقها، تنزل على وتنشر، هي حرة. وستات تانية بتقول أو شايفة إنه لأ، وإن ده عيب، وإنه الست اللي تعمل كده أو ما ينفعش تعمل كده مع جوزها، ولما تكتشف خيانته إنها تتطلق وفي سكتم بكتم، يعني ما تتكلمش ولا تقول ليه ولا حاجة. أنا عايزة أفتح النقاش في هذا الموضوع، وعايزة أطلع بنتيجة الحقيقة، لأن تضارب الآراء ده مخوفني جداً، مخوفني على حقوق المرأة، مخوفني على الأخلاقيات اللي في هذا الزمن، مخوفني على الأسر والزيجات وعلى الستر، مش عارف، مخوفني على كثرة الخيانات من الأزواج للزوجات. يمكن قلبك يميل مع رأيي وعقلك مع رأيي. هناخد النهاردة كل الأراء. خليني أبدأ بالأستاذة عبير الناشطة في مجال حقوق المرأة. برحب بك يا أستاذة عبير وأهلا بك في 90 دقيقة. تحياتي لك دكتورة بسمة. أستاذة عبير، إيه رأيك في اللي حصل من زوجة صلاح محسن؟ خليني اقول لك الاول يا دكتور، حضرتك استهلتي كلامك، قلتي ان ما حدش ليه دخل ان هو يرجع ليها باللوم الا الطرف الاصيل في المعادله اللي هو زوجها، الشخص اللي هي تضررت منه حسب اقوالها. الوحيد اللي يحس بالالم ده هي اللي متخانه، والست لما بتتخان بتبقى عامله زي النمر المجروح. دي من ناحيه، ترد ازاي هي الوحيده اللي مسؤوله عن الرد، كيفيه الرد، فكرة إملاء إن إحنا نملي عليها رغباتنا الشخصية إنها ترد بشكل معين، ده أمر بصراحة هزيل جدا وسخيف ومفيش ليه معنى إطلاقا، لأن مش إحنا اللي متخانين، اللي متخانة هي حرة ترد إزاي. يعني أنت مع حقها إن هي ترد بالطريقة اللي تعجبها، تتصرف يبقى رد فعلها زي ما هي عايزة، حتى هي لو نشرت الحاجات اللي اكتشفتها على الملأ فيما لا يخالف القانون. فكرة القانون هنا المتضرر بس هو الطرف الثاني. طب احنا عايزين يا جماعة نعرف من راجل قانون او محامية الكلام ده قانونا صح ولا غلط؟ القانون بيمنع التلصص، يعني بيجرم التلصص بين الزوج والزوجة؟ بين الزوج والزوجة وبين اي حد. يعني انا لو اكتشفت انه حد بيسجل لي، زوجي مثلا بيسجل لي، او هو اكتشف ان انا بسجل له من حق، يعني في حكم؟
لا حضرتك تقدري ترفعي قضيه باللي انت توصلتي له عشان يحصل ايه؟ عشان يحصل طلاق للضرر. انما ما لا, لا ما فيش عقاب قانوني. لا في عقاب قانوني اذا تضرر الطرف الاخر، الطرف الاصيل. الطرف الاصيل هنا الزوج هو الوحيد. قصدك التشهير يعني؟ اذا راى ده، لانه هو ما ممكن ما يكونش بيشهر، ممكن تكون في امور في مواقع تانية هي اللي نشرت ده وهي خدت بتكمل النشر. لكن انت مع في المجمل مع حق المراه انها جدا تنتقم لنفسها بالطريقه اللي هي شايفاها. طبعا ليه؟ لان احنا لو عكسنا الايه وكانت الست تزير رجال وكانت ليها علاقات متعدده وصار الزوج لشرفه وبدا يقول لا ويوقف العبث ده، هتلاقي المجتمع كله بيبارك ده وبيقول لك يا سلام احسن عشان تتربى، عشان ست خاينه، عشان تحترم المكانه اللي هي فيها، اذا كانت لعيبه لاعب كوره او اذا كان مكانه عاليه او مرموقه لازم. طب ممكن تخليكي معايا يا استاذه عبير؟ اتفضلي. خليني ارحب بضيفتي شريهان خفاجه الاعلاميه المتخصصه في شؤون المراه، اهلا بيكي وسعيده بوجودك معانا في 90 دقيقه. وانا كمان والله سعيده جدا ومبسوطه جدا ان انا معاكي النهارده، واتمنى ان انا كنت معاكي مباشر يعني. شكرا حبيبتي. ان شاء الله ان شاء الله مره تشرفينا باذن الله. ان شاء الله. عايزاكي بقى على طول كده تقولي لي رايك ايه في اللي احنا كنا بنتكلم فيه. اجمل كلمه قلتيها الستر. اجمل كلمه طلعت منك في كل الكلام اللي طلع ده كلمه الستر، عجبتني قوي. ويا ريت الكلمه دي تتكرر مليار مرة بالنسبة للزوج والزوجة، سواء حصل ما بينهم خلاف أو ما حصلش بينهم خلاف أو في أي شيء حصل ما بينهم، كلمة الستر دي كبيرة قوي. سواء استمرت العلاقة الزوجية أو انتهى النصيب وخلصت العلاقة الزوجية، أيا كان السبب، خيانة، غدر، بيع. يعني أنت ضد اللي عملته زوجة صلاح محسن؟ احنا في حاجتين، اخلاقنا ومجتمعنا وحياتنا وتربيتنا كتربيه نساء بتمنع تماما ان انا افضح شريك حياتي او الشخص اللي انا كنت معاه. بس خليني اقول لك حاجه، يعني الاستاذه عبير قالت برضو مقوله يعني نقدر لازم ناخدها في الاعتبار، انه المراه لما بتتخان بتبقى بتتحول لنمر مجروح وبتبقى عايزه تنتقم. النمر ده فلا الوم عليها وهي في عز جرحها وغضبها. النمر ده عنده أولاد، لو ما فكرتيش فيه هو كشخص خانك ودمرك ودمر نفسيتك، فكري في ولادك. أستاذة عبير بقى هي اللي ليها حق الرد لأن هي اللي قالت الكلمة، اتفضلي يا أستاذة عبير. إحنا دايماً بنتعامل مع الراجل في المواقف اللي ليها علاقة بالشرف على أساس إن هو إمعة أو طفل أو بيوقع الطبيخ على نفسه، مش واعي خالص للي هو. لا لا أنا مش بتكلم عليه هو، أنا بتكلم على أولادها. أنا برضو عليه، أنا ما بتكلمش عليه، إحنا بنعامل الراجل وقت الخيانه او وقت الاهمال او وقت التعدي على حقوق زوجته على اساس ان هو طفل لا يملك الاراده ولا القوامه ولا القدره. لا يا استاذه عبير، مفيش الراجل اللي يفتح، الراجل اللي يفتح بيت احنا هنلم وراه، الراجل اللي يفتح بيت ويفتح حياه ويبني بيت. استاذه شريهان ممكن تدي بس فرصه للاستاذه عبير تتكلم؟ استاذه شريهان ممكن تدي فرصه للاستاذه عبير تتكلم وهسيبك تردي عليها. لما هو قادر يكون أيقونة وقادر يفتح بيت وقادر يكون أب، ما سألش نفسه ليه وهو بيعمل علاقات متعددة نسائية فيها فجور وفيها سفور وفيها تعدي على حقوق زوجة وأطفال، إن دوت ممكن يشهر بيه أو يهد أسرته أو يكون أو هو بعدين هو عمل. يعني مثلا لو إحنا بنتكلم على النموذج ده مش بين شخصا، لكن نموذج زي ده متعدد العلاقات النسائية، هو مش شايف اي نوع من انواع الخجل على شكله بالعام، ده منتشر ما شاء الله. يعني ده انا يعني ممكن ارد على حضرتك، يعني مش فارقه معاه سمعه ولا فارقه معاه تشهير. طب اتفضلي يا استاذه شريهان ردي حضرتك يا استاذه عبير لحاجه معينه، بس اديها فرصه يا عبير من فضلك. هل احنا مع الغلط؟ هل احنا بنقول ان هو صح؟ هل احنا بنقول ان هو صح؟ أكيد هو لا يصلح. أي نوع من الغلط اللي بتقصديه شريهان؟ هو أو أي شخص تاني لا يصلح إن هو يكون زوج وأب. معلش أنا عايز أعرف أنت بتقصدي بالغلط خيانة الزوج ولا إشهار الزوجة للخيانة؟ الاتنين غلط. أنت النهاردة أنا التشهير يعني
النهارده انا اشهر بجوزي ليه؟ اشهر بيه ليه؟ طب ما انا ابسط شيء يجرح اكتر واكتر ان انا اخليه انسان مهمش ملكش لازمه عندي، رغم ان انت انسان مشهور وليك اسمك وليك حياتك، بس انا هسيبك بشكل يخليك اصغر مما تتخيل. انت اطول اصغر من طب إن أنا ممكن تخليكم معايا انتوا الاثنين، انا عايزه اسمع راي الدين. معايا الدكتوره سعاد صالح، استاذ الفقه المقارن بجامعه الازهر. مساء الخير يا استاذه سعاد. مساء النور. ودكتوره وحشتينا جدا 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 جدا، عشره عشره العمر. انا سعيده انك معايا في 90 دقيقه النهارده. والله وانا اسعد يا بسمه، انت وحشاني يا بسمه، وما اعرفش يعني احنا بقالنا مده ما فيش اتصال يعني. صحيح صحيح. الدنيا واخدانا دكتوره. معلش اتفضلي يا حبيبتي. ان شاء الله نتقابل على خير يا رب باذن الله. ان شاء الله. دكتوره سعاد، راي الدين ايه في موضوع انه زوجها لما تكتشف ان زوجها بيخونها ومتعدد العلاقات ومتعدد الخيانات، فإنها تشر أو تنزل ده علشان تبين للناس أو جمهوره، لأنه هو معروف أنه بيعمل فيها إيه أو عمل فيها إيه؟ إيه رأيك في هذه الواقعة دينياً؟ شوف حضرتك، أولاً ربنا سبحانه وتعالى منع ونهى، والنهى يفيد التحريم، عن التجسس وسوء الظن، فقال في سورة الحجرات: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، وقال في آية سورة أخرى: إن بعض الظن إثم. وأسرار الزوجية يجب ألا تخرج عن بيت الزوجية مهما كان أحد الزوجين مخطئا، سواء هو أو هي، لأن هذه العلاقة تتسم بالروحانية، وقد يعني يغفر أو يتسامح الشخص اللي هو المتهم أو الشخص اللي هو اتهموه فيتسامح. لكن إن أنا أشهر عن طريق السوشيال ميديا وعن طريق صحيفة أو هذا يعد من باب الإشهار، السب والقذف وإيقاع الضرر على الزوج. فإذا كان الزوج هو اللي صدر منه الخيانة، والزوجة يعني فضحت أو كشفت هذا، فليس من حقها. وأيضا لو الزوجة هي اللي صدر منها الخيانة والزوج كشفه، فليس من حقه. فلا بد أن كل منهما يستر على الآخر، أولا لأن بينهما أبناء، ثانيا لأنهما عضوان في المجتمع فقد يقتضى بهما. فمن الأفضل والأسلم، فإن هذا من باب المفروض من باب الستر وليس من باب الفضيحة. طيب الدكتورة سعاد، أنا هقول كلمة عشان قبل بس ما عبير عايزة تقول حاجة. أنا يعني على حد علمي أنه الإسلام كرم المرأة، وانه نعم. سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام اوصى برفق بالنساء. طيب دلوقتي في حاله زي حاله اللي احنا قدامنا وكلنا عارفينها، هل تعتقدي انه اللي حصل ده مش جور على الزوجه؟ لا طبعا. وبعدين انا مش عايزه افترض انها كانت بتتلصص، ممكن كتير قوي ازواج من كتر خيانتهم بيسيب الموبايل مفتوح فوقع في ايديها. على فكره في حالات زي كده كتير، مش عايزه اسيء الظن برضه انا كمان واقول انها كانت بتتلصص. لا في تربص. شوف حضرتك، يعني انا زوجه وانا امراه وانا كل حاجه، لكن لازم نعرف ان الموضوع ده بيجي نتيجه تربص ونتيجة يعني التتبع لهذا الزوج. الغرض بيبقى منه هو إيقاعه وكشفه، بيبقى فيه تعمد طيب لكشفه والإيقاع به. ده اللي حصل ده سيبنا من أنها أشهرت، اللي حصل ده وقعوا عليها، هل ده مش ليه حساب عند ربنا أنه قهرها وأنه جرحها وأنه ظلمها؟ اهو عند ربنا بقى. اذا احنا بنفوض يعني هي تحتسب بقى، بنفوض امرنا لله. ولا يجوز للبشر ان يقتص من البشر الاخر، لان التوبه ربنا سبحانه وتعالى فتح باب التوبه،
إنما يتقبل الله التوبة عن عباده. طب هو يا دكتورة سعاد مش في ربنا يعني خلقنا مختلفين، كل واحد مختلف عن الآخر، كل ست عندها ردة فعل غير التانية، فممكن تكون دي من نوع النساء اللي ما قدرتش إنها يعني تصبر وتحتسب وإنها تسكت، وإنه ما هو ربنا خلقنا كل واحد ليه طاقة، فهي طلعت طاقتها بهذه الطريقة. أنا معاكي إنه ممكن تكون غلط، لكن هل هي تحاسب؟ هي طبعا تحاسب على الإشهار به، حتى لو كان مظلوم. حتى لو كان مظلوم، لأن المفروض إنما المؤمنون إخوة. طب كان المفروض تعمل إيه يا دكتورة؟ أي ست ننصحها تكتشف خيانة زوجها، وزي بالطريقة دي مثلا هنقول الطريقة المسيئة دي طريقة الحقيقة أنا شايفة إنه يعني طريقة قاتلة وقاهرة وجارحة للمرأة، تعمل إيه؟ من حقها الانسحاب من حياته. وإذا ما رضيش يطلق؟ لا ما فيش يطلق، علشان ما تطلبش بحقوقها، عندنا تنازل وعندنا كل حاجة لو تضررت، لكن أنا أطلب منها المسامحة. يا جماعة ده ربنا سبحانه وتعالى رب العباد كلها بيقول ولمن عسى وأصلح فأجره على الله. يعني ده أهانها وأهان كرامتها يا دكتورة سعاد. أجر على العباد، ده أجر على الله. من عفا وأصلح، وفي آية تانية خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أمر، خذ العفو أمر، والأمر يفيد الوجوب. طيب عبير عايزة تقول حاجة، تفضلي يا عبير. في نقاط نور طبعا، تحياتي للدكتورة سعاد، وأنا مش إسلامية، لكن الرجم في الإسلام ولا مش موجود في الإسلام؟ والقرار إن عن الزنا هل بيؤخذ فيها في الاسلام ولا لا؟ وليه بيحدث الرجل؟ لا 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 لا، معلش يا دكتور حضرتك خليني اكمل كلامي، مش لا تقربوا الصلاه ارجوك يا دكتور. يعني يؤخذ بهذه الامور، اذا هناك اعلان للافعال الفاسقه والفجوريه، اعلان من مين؟ المتضرر او من الناس البشر؟ نحن لسنا آلهة، احنا مش آلهة. طبعا احنا مع التلصص وضد اي شيء خارق للقانون، لكن ايش عرفنا احنا هي وصل لها الكلام ده منين؟ مش يمكن يكون وصل لها من ستات؟ مش يمكن جابته من المواقع؟ ولو لابد طريق غير متيقن. حضرتك طبعا كلامك طيب، مش ممكن احنا مش ممكن ننهضه، لكن الكلام الطيب احيانا ما بيكونش واقعي. احنا لازم سريعه الست دي ايه؟ حضرتك بصي يا استاذ عبد، منين جابت المعلومات؟ بصي حضرتك، هل يا ترى عرفنا هي قد ايه بتتالم؟ وبعدين خلينا اتكلم بقى، خلينا اتكلم دكتور فكر تدليل الرجل بهذه السكينه يعني معلش والانكسار وعدم الثأر لكرامه المراه، ده امر. هي الدكتوره سعاد بتتكلم على البيت سواء الرجل او المراه يا عبير. انا عارفه حضرتك يعني اي مكان يكون متواجد فيه الخائن. دكتوره سعاد كلامها رفيع وعلى الراس. بصي حضرتك، طب ندي فرصه للدكتوره سعاد ترد يا عبير. يا استاذ عبير، لو سمحت، عندنا قاعده فقهيه بتقول ايه؟ الضرر الاخف يتحمل لدفع الضرر الاشد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه الكلام ده؟ الضرر الاخف يتحمل لدفع الضرر الاشد. مين وهذه القاعده ماخوذه من حديث الرسول المشهور لا ضرر ولا ضرار. بمعنى يا دكتور، بمعنى مين المحدد يا عبير؟ ثواني بس، خلي الدكتوره سعاد تخلص. معلش، بمعنى ان الضرر اللي وقع عليها يختلف عن الواقع، الضرر اللي هيقع عليه في المجتمع كله. المجتمع كله هيبقى هو ما مش اهراه وفضحته وكل هيتكلم عليه، فهي تعفو، مش عايزه تعفو، تتجاهل، تصبر. ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. ولمن صبر وغفر إن ذلك المعزم. لكن إحنا كلنا بنسيب نفسنا لوسواس الشيطان، ده منتهى الصراحة. لا ما تسكتيش، لا ده أهانك، لا ده عملك،
لا ده خانك لا. ولذلك ربنا بيقول حضرتك ايه، زين لهم الشيطان اعمالهم فنسوا الله فنسيهم. طب دكتورة سعاد ممكن اقول حاجة، اسألك سؤال؟ نعم. دلوقتي الدكتورة سعاد اللي فهمته من كلامك انه المرأة او الزوجة اللي تكتشف الخيانة انها مطلوب منها انها تتستر على هذا الظلم وهذا الجرح وهذه الخيانة. ايوه انا فهمت صح؟ ايوه صح. طب أنا أيوة بني صح. آدم في الدنيا ممكن يكون عنده إرادة، ما عايزة حضرتك هذه الإرادة، حضرتك في حاجة اسمها جهاد النفس يا أستاذة بسمة، في حاجة اسمها جهاد النفس. جهاد النفس ده إن عارفين إن كل نفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله، إلا ما رحم ربي، بيسميه جهاد كبير لأنه بيحتاج قوة. وربنا قال في إيه؟ والذين جاهدوا فينا فينا يعني من اجله لنهدينهم سبلنا. شوف بقى قد ايه يعني يا الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فينا يعني من اجل ارضاعنا. وهو ربنا قال لك خذ العفو، وربنا قال لك ولا من عفا. اذا انا لما بعفو بعفو ارضاء لله وليس ارضاء للزوج، أو وليس إن أنا يعني هو بقى إيه حرام إن أنا أعمل، ده إرضاء لله لأن ده دعوة من الله. يعني هي تحاسب الزوجة اللي تعمل كده؟ تحاسب طبعا، تحاسب لأنها لم تفوت أمرها لله، شهرت دي يعني هي اختصت منه وتركت القصاص الأصلي من الله. بشكرك جدا دكتورة سعاد، يعني كل اللي قلتيه الحقيقة يعني من الدين، والحقيقة يعني أستاذة أو دكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر قالت الحقيقة شوية حاجات يعني مفيدة، ولكن أنا عارفة أنها تقيلة وصعبة على المرأة أو الزوجة اللي مصابة بالخيانة. شريهان أنا يعني عايزة كلمة أخيرة منك. أظن أنا في أول الكلام قلت لك نفس الكلام اللي الدكتورة قالته دلوقتي. كدين وكأخلاق صدقيني العقاب الأشد إن هي تترك العقاب لرب العالمين، وإن هي كمان تسيبه لنفسه. صدقيني وجع النفس أكبر بكتير من الوجع الإشاري اللي هي عملته والفضيحة. ارتكبت غير الذنب، ارتكبت فضيحة لأولادها اللي هم منها، يعني ارتكبت فضيحة لنفسها وفضيحة للبنات اللي هي نشرت بيهم. يعني هي الفضيحة ما عمتش زوجها بس، لا عمتها وأصابتها وأصابت عيلتها وأصابت أولادها. بصي يا شريهان أنا عايزة أضيف، ولو إني أنا يعني ما يعني أنا لست تلك المرأة التي يعني ممكن إنها يعني احتمال ان ابقى نص نص، يعني ما اعرفش ان انا اصطبر او اوارب الباب، انا يا اقوم بالرد يا ما اقومش بالرد. وطبعا دكتوره سعاد عندها حق، وهقول لك مثال على ده، هقول لك مثال انت وعبيره على ده. من غير ما تنشري تقدري توجعيه في امور ما بينك وما بينه؟ لا 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 لا، من غير، هو ربنا سبحانه وتعالى هو المنتقم الجبار، ودايما يقول لك انت مهما انتقمتي لا يمكن انتقامك هيكون زي انتقام ربنا. انت ايه البني ادم اللي ممكن تنتقمي؟ انما شوفي بقى انتقام ربنا، وكلي امرك لله وفوضي امرك لله. ثانيه واحده بس، هقول لك مثال، هقول لك مثال بس لحظه واحده. انا عندي واحده صاحبتي جدا، من سنه زوجها اتجوز واحده صاحبتها الانتيخ الاكله شاربه نايمه معاها، طيب، واللي هي وقفت صاحبتي جنب صاحبتها دي كتير جدا جدا للاسف. صاحبتي دي ما عملتش حاجه الا انها انفصلت. عارفه جوزها النهارده بيندم عليها فين؟ بيندم عليها، يا ريت بيندم عليها بس في السجن. والثانيه سجنته، انتوا سامعيني؟ في السجن. الثانيه سجنته لانها بتدعي عليه كل يوم، تروح الحرم تدعي عليه، تنزل تعمل خير عند اولياء الله الصالحين تدعي عليه. هي التزمت بالدعاء،
شوفي بقى يعني انت مهما كنت انتقمتي، هل انتقامك هيجي زي الانتقام اللي هو فيه دلوقتي ان هو بين اربع حيطان وعنده قضية اظن انها واعتقد انه مش يقدر يخرج منها؟ ده انتقام الجبار. انا بكده معلش انا اسفه، انتهت وقت حلقتنا ولينا لقاء مره اخرى، وبشكر جدا الاعلاميه شريهان خفاجه، وبشكر جدا الاستاذه عبير سليمان، وبشكر الساده المشاهدين. وعايزه اقول رسالتي الاخيره للرجاله، احترموا نفسكم بقى. الناس اللي بتخون من زوجاتها يعني احترموا نفسكم. والله انا بسمع روايات كتيره جدا لكني لم اتذوق هذا، يعني اشهد الله في حياتي مع زوجي. زوجي راجل محترم جدا، وبسمع منه برضو زي ما انا ما بسمع حكايات يشيب ليها الشعر الصراحه من الستات ومن الرجاله والخيانات اللي بتحصل. ده يعني الحقيقه احنا بقينا في اخر الزمان صحيح، والرجاله ترحم الزوجات. في ايه يا جماعه؟ حصل ايه؟ ارحموا المراه شويه، ارحموها. هو انت عشان راجل وفي ايديك العصمه ومشهور ولاعب كوره وبتستغل ده فانك انت تتعدد علاقاتك؟ يعني بالراحه شويه. وهي برضو يعني أنا لا ألومها كل اللوم، لأنه هي برضو كانت مجروحة زي ما قالت عبير إنها نمر مجروح هيعمل إيه، وده كان رد فعلها ساعتها. وطبعا السوشيال ميديا كأنك ولعت النار في الهشيم زي ما بيقول. أنا تعبت، تصبحوا على خير وأشوفكم بكرة في حلقة جديدة.